المباراه ساعه واحده، اللاعبيه ما زالت تتثاوب والكره خطيره وجول. 1-0 1-0 للبيستوليرو، 1-0 للبيستوليرو. سيناريو منتظر وسيناريو مرتقب، والبارسا بالتيكي تاكا، 3-4 لمسات يوصل لمرمى كيلور نافاس ويضرب الاهداف في شباك وعرين الديكوس دي كوستاريكا. 1-0 وفرحه عشاق وانصار البارسا امامك في التريبون في المنصه. عشاق برشلونه كالعاده يتقدمون. خلص يخلص لويس، لا سواريز يقتل الثاني وميسي من اجل الثاني ولويس وجول. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، والهدف الثاني ولكن الحكم يلغيه. ضاعت المباراه على البارسا بالثاني. ورقه حمراء، ورقه حمراء وضربه جزاء، ورقه حمراء وضربه جزاء عند برشلونه. دا ميسي من لاباس، ميسي ولويس ضيع الكاو مره اولى، رجعت ليونيل ميسي البولكا عاودها له قال له ندخلك التاريخ. الكره على القائم البولكا غريب، ثم كره ترجع وتتهيأ، يلمس الكره بدي كارفاخال ما فايد، ضيع ثلاثه ولكن اليوم الريال والثاني. ضد الريال ما يراتيش، ضد الريال ما يرحمش، ضد الريال ما يضيعش. البولكا يحط ثاني الاهداف، ميسي سجل النقاط الثلاث. اكثر من هذا يضمن الدوري من شهر 12 يا شباب. 2-0 للبلاوغرانا، البارسا 2-0. غايب تماما مدريد. يهرب ليونيل، حط الكره خطيره والهدف الثالث، الهدف الثالث، ثالث ثالث ثالث. البارسا سجل الثالث، 3-0. ميسي يصنع هدفه المئوي، ميسي يصنع هدفه المئوي في يوم البحث عن مئويه انتصارات الريال في الكلاسيكو ما بين ودي ورسمي. البارسا يصنع بميسي 100 هدف. أليكسي فيدال، أليكسي فيدال ليس البارحه ببعيد، كانني ارى نفس الصوره، كانني الاحظ نفس ليميج، كانني ارى نفس الفوتو، كانني ارى نفس الكوره ونفس الصوره. البارسا في غوره وفي دوره يتفسح في البرنامج.